صلى الله عليك يا رسول الله وسلم لك يا حبيب الله. پڑھیے صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اب آئیے جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت سے ہم اپنے عظیم الشان کسی بھی دینی جلسے کا آغاز کرتے ہیں, تو میں حافظ شاداب صاحب سے گزارش کروں گا, حافظ شاداب صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور قرآن عظیم کی تلاوت سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويونس ولوطا وكلا فضلا على العالمين.
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم